الملص ده بقى يا حاجه فضه حلو صاحب بكام؟ ايه؟ عامل 50. حلو والله يا جماعه صاحي جدا صاحي صاحي كله صاحي كله صاحي كده كيلو 3 كوبريات 6 كيلو 40 يا جماعه والشبارة الحلوة العفية بتاعت الفيوم ده شبارة الفيوم ده بكام؟ دي اجواء يا جماعة حلقة السمك اليوم عند اسماك الحاجة فضة خش على اسماك الحاجة فضة هنا واحد رجلك بسم الله الرحمن الرحيم اعزائي واحبائي مشاهدي قناة جوار السويس حبايبي في القناة بيقولوا لي يا باشمهندس احمد فين الحاجة فضة وفين الاسماك الشعبية يا جماعة أنا النهاردة نازل مخصوص عشان أقابل حبيبتي الله يبارك لك يا حاج أحمد صباح الفل الناس بتحبك قوي يا حاج فضل الحمد لله من الشكر من ربنا بتدي لك دعاء وبيدوا لك تعليقات جميلة على الإخلاص والحاجات الحلوة والضمير برضه يا حاج أحمد ده أكيد إنك أنت من جوه صافية الحمد لله وأبيض الحمد لله تمام وما يهمنيش أي حاجة فيكم ما بقولوا كورونا وأنا كنت نازل السوق هو كان في كورونا في السوق لا ما كانش في حاجة والله وكانوا بيقولوا فيهم ما فيش حاجة آه وكنت بنزل يعني أول جمعة قالوا كورونا كنت نازلة والله الحمد لله أنا شغالة وجاي ناس من القاهرة وجاي ناس من الشرقية وناس من المنصورة وأهل السويس بسم الله ما شاء الله وكان شغل كويس يعني يا حاجه فضه انت نموذج للتجار اللي حنينين على الناس والاسعار بتاعتك شعبيه زبوني ناس غلابه وناس والناس والله بتقول لي يا باشمهندس احمد عمال تعرض في اسعار عاليه لا 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 عايزين نشوف الاسعار اللي هي على قدنا اسعار الحاجه فضه حلو تمام تمام يا حاجه تعالى يا حبيبي جنبي هنا هنستأذنك اتفضل يا حاجه هنستأذنك ابنك يلف معايا لفه طارق طب يا جماعه معايا طارق يا جماعه ابن الحاج فضه ايوه يا حاج صباح الفل يا باشا صباح الهندسه على جوار السويس طبعا على دماغنا السويس كلنا يا حاج فضه بننتظر الموسم يفتح عشان 1/9 ان شاء الله عشان حاجات البحر تنزل دلوقتي اغلب الموجود ما نزعلش هو مزارع لا في مزارع وفي العنبك لان انا اصلا من السويسيه انا من فايد تمام يعني بيجي من فايد اه صيف شتاء بشتغل هنشوف مع بعض ان شاء الله ان شاء الله تعالى يا طارق ايوه يا حاج شوية بوري بسم الله ما شاء الله بوري يا حاج نسوي بكام؟ البوري 50 50 الاثنين في الكيلو تقريبا مش كده؟ الاثنين في الكيلو ده اثنين في الكيلو يا جماعة ده جمبري يا حاج ده جمبري الجيش والله أنا بحب الجمبري بتاع الجيش عامل 120 ده عامل 120 مع بعض سنة سنة ده جمبري يا جماعة 100 وكام؟ 120 ده بتاع مزارع الجيش وانا جربته عن نفسي كويس جدا وطعمه حلو ويصلح لكل عمايل طاجن كفته الجمعه والفلفل والبصل يعني بيكفي عيله وفي نفس الوقت يعتبر مناسب للاسره الجمبري ده بقى ايه نوعه ايه؟ ده اماراتي اماراتي بكام يا حاج فضل؟ ده ب 150 150 يا جماعه جمبري اماراتي بس نضيف جدا ما هو شكله بيقول بيتكلم عن نفسه اهو جدا 150 ولا 200 ولا 220 ولا في كلام خالص والشبار ده؟ الشبار ده بيجي من شبار المطريه ده ب 25 25 تمام السهليه دي مفكوكه دي يا جماعه برضو في ناس ليها شعبيتها دي بتيجي مجمده يا جماعه عشان بتيجي كميات والحاجه فضه بتبيعها مرتاحه عن الثانيه طبعا اكلها ب 50 جنيه طيب الثانيه ب 120 و90 120 و90 لا ما فيش 90 في 120 130 هو الناس شايفه ومتابعه السهليه دي يا جماعه مش وحشه لا طعمها جميل برضو جميله وهتقضي الغرض برضو في كشر برضو الملص ده بقى يا حاجه فضه حلو صاحي بكام؟ ايه؟ عامل 50 حلو والله يا جماعة صاحي جدا صاحي صاحي كله صاحي كده كله صاحي كده تمام الله ينور ربنا يوسع سوقهم أهم حاجة الكابوريا الدكورة دي 50 والله بصوا يا جماعة زي ما احنا اتفقنا 70 50 جنيه كابوريا الدكورة يا جماعة حجمها حلو ومليانة كابوريات كيلو
ثلاث كوبريات 6 كيلو. والطبارة الكبيرة العفية دي عاملة 40 40 تمام عمر حاجة. تعالى ربنا يحسن سوها. واللي قال لي منها ولا نفس السعر؟ نفس السعر برضه. نفس السعر. قابل يا طارق. تعالى يا باشا عاوز ايه؟ عمر يا باشا. 70 بس. 70 بس الكلماري. كلماري 70 جنيه يا جماعه. والشباره الحلوه العفيه بتاع الفيوم ده. شبار الفيوم ده بكام؟ ده ب 35. 35. ثلاث شبارات 2 كيلو. ثلاث شبارات 2 كيلو. لما عفيه بسم الله ما شاء الله ايه؟ حاجه نظيفه يعني. حاجه بسم الله ما شاء الله. هي الحاجه فضله ربنا يوسع سوقها يا رب. وفي لوت برضه. اللوت عامل 60 ده يا حاج. ده عامل 60 جنيه. 60 جنيه. ولا 70 ولا 80. حاجه صحيه وحاجه حلوه. حبايه اطالات 3 كيلو و3 وشويه. و2 ونص. و2 ونص. حاجه 2000 وشف. تمام تمام تمام. في مكرين ده. المكرين ده بقى الناس بتحبه لان بيمشي معانا شوي وطاجن وكل حاجه. 40. لو ايه وعافي يعني. لسه طالع من التلج. ب 40. بكام ده؟ ب 40. والله جميل. وجنبيه دوت ب 75. جمبري 75 ينفع من الكفته. يا باشا تعالى يا ولدي بقى عاوز ايه؟ باشا ماكريل تعالى. وفي عنب حلو برضه ب 70 جنيه اهو. ده عنب ب 70. ب 70 العنب ده. احنا بنقول يا رب. السبع المجمده دي الشباب ده عامله 90 جنيه. 90 جنيه يا جماعه. 90 جنيه. طبعا يا جماعه السوق المراكب واقفه والشغل قليل. واحد الله يا رب. خش على اسماك الحاجة فاضي يا ولد. ايوه واحد واحد يا الكنال وسط النور يا ريس. دي اجواء يا جماعه حلقه السمك اليوم عند اسماك الحاجه فضه. خش على اسماك الحاجه فضه يا ريت. واحد يا حبيبي. اهات رجلك.